أوجه المجسمات ورؤوسها، أوجه المجسمات ورؤوسها. هذا الموضوع راح تشوفوه موجود بصفحة 136 بالكتاب المنور. احنا اخذنا بالدرس السابق الاشكال المستوية، واخذنا كم ضلع يحتوي وكم رأس الاشكال المستوية. بالدرس السابق اخذنا المجسمات وتعرفنا على عائلة المجسمات. بهذا الموضوع راح نتعرف على اوجه المجسمات ورؤوسها، وليس الضلع، لان بالمجسمات تحتوي على اوجه وليس الضلع. كم وجه نتعرف على كم وجه يحتوي المكعب؟ على اول مجسم عندنا المكعب، تعالوا نعد ويا الطلاب. كم وجه؟ هذا السطح المستوي، هذا نسميه وجه واحد، هذا السطح المستوي، يعني هسه هذا واحد، هذا الثاني، هذا اثنان، هذا الثالث، هذا ثلاث، هذا اربع، هذا اربع، هذا خمسة، وهذا الأخير اللي جواب ستة. إذا في المكعب يحتوي على ستة أوجه، يحتوي على ستة أوجه. أعيدها وياكم، هذا واحد، هذا واحد، عندهم هذا الواحد عندهم في الجواب، هذا اثنان، هذا ثلاثة، وهذا أربعة، هذا خمسة، وهذا ستة. إذا في المكعب يحتوي على ستة أوجه. كم رأس؟ لأنه يريد كم وجه وكم رأس بالمكعب؟ كم رأس؟ هذا هاي الزاوية ناخذها رأس واحد، هذا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، يحتوي على ثمانية رؤوس. إذا ستة أوجه وثمانية رؤوس، هذا المكعب. ننتقل إلى الشكل الثاني، المجسم الثاني، المخروط. مخروط هذا الشكل. كم وجه؟ أنا قلت لكم الأوجه تكون سطح مستوي. وين سطح مستوي؟ بس هذا عدل، يعني يكون سطح عدل بالعامية سمية. زين ماما، هذا واحد، بعد أكو سطح مستوي؟ ما، بس هذا. إذا في المخروط يحتوي على وجه واحد. كم رأس؟ يحتوي على رأس واحد، هذا يحتوي على رأس واحد.